السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا في منطقة شعبية في القاهرة. طبعا أنا مش هقول اسم المنطقة دي، لأن المنطقة دي فيها صالة جيم بتاعت صديق ليا. المفروض إن الصالة دي مهجورة بقالها بتاع 4 أو 5 سنين بسبب اللي بيحصل فيها، وبسبب معرفش بقى إذا كانت شائعات أو حقيقة بيتكلموا عنها. في ناس بيقولوا ان هي يعني بيسمعوا في صوت بيتكسر في الصالة بالليل. هي الصالة طبعا زي ما انا قلت بقالها 5 سنين محدش بيخشها. الجيران بتشتكي بتقول ان هي بتسمع صوت ازاز بيتكسر وصوت مرايات الصالة كلها بتتكسر في وقت واحد، وبيسمعوا حديد بيترمي على البيبان والشبابيك بتاعت الصالة. طبعا انا كنت شغال في الاسكندرية ولسه راجع، عارف الكلام ده من كل اصحابي اللي كانوا بيتمرنوا في الصالة. وانا دلوقتي نزلت القاهرة، وتحديدا يعتبر مفيش 3 خطوات او 5 خطوات ما بيني وما بين الصالة دي. انا كنت واخد مفتاح من صاحب الصالة اللي هو صديقي ده، ومعرفش بقى اذا كان غير الكالون ولا لا. احنا هنشوف دلوقتي. الساعة دلوقتي 10 مساء وانا هخش، لان انا طبعا عارف ان كل الكلام ده هبل في هبل، وانا ما بقتنعش بكل الحاجات دي خالص يعني. وانا هقرا قران برضو زياده امان، وربنا يحفظنا بقى من عنده اذا كان بقى هنخرج سلام او لا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي يعني الساعه 10 بالليل، وانا هحاول اخش على المكان ده، وانا اساسا اقسم بالله ما بعترف بكل الكلام ده خالص. ويعني ممكن يكون صديقي ده قفل الصاله بسبب الناس اللي بتتكلم عنها، او حد بيكرهه هو السبب يعني في ان يخلي الرجل تقل من عنده ويخليه يقفل الجيم زي كده يعني. فاحنا هنروح دلوقتي، وانا للاسف معلش هخلي الكاميرا في الارض عشان ما اظهرش الشارع وما افضحش صالة صديقي ده. لو كان وانا اسف بقى، انا شايل جوال محمول يعني تليفون، كاميرته ضعيفة شوية، فنحاول بقدر الامكان كل حاجة تظهر فيها يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. طبعا احنا دلوقتي دي الصالة اللي كانوا بيطلقوا عليها إشاعات وبيقولوا فيها إن هي فيها وفيها وفيها، هي بس الأرض وسخة زي ما انتوا شايفين. انا يعني انا مش بلهس خوف والله، انا ربنا معايا احسن من الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. طبعا في صوت ميه، والمفروض ان هي الصاله مقفوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات. طب احنا في صوت حمل كده جنبيه، ما اعرفش اذا كان في حاجه كانت متعلقه ولا لا. طبعا عايزين نشوف مصدر بس الميه اللي في الحمام مصدرها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بخافش. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمهم، من شاء وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يقعدوا حفظهم، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اعوذ برب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل اعوذ برب. عم مصطفى، عم مصطفى، عم مصطفى،